كما أكد الشاعر هشام الجخ أن الحوار الوطني سينتج عنه نتائج إيجابية، وأضاف خلال الجلسة عن عواقب إهمال اللغة العربية في المجتمع. إن شاء الله هنطلع بحاجات حقيقية، لأن الرسالة موجهة بشكل مباشر لمتخذ القرار وللجهات السيادية. ممكن نطلع يعني احنا بنقول توصيات، لكن احنا بنكلم متخذ القرار، فأكيد إن شاء الله الكلام اللي قلناه هيتحول لقرارات حقيقية. أهم اللي أنا اتكلمت فيه، ما يخصني، يعني كانوا الأساتذة بيتكلموا في الموسيقى وفي البتاع، أنا اتكلمت فيه إهدار واضمحلال وإهمال اللغة العربية في المجتمع المصري. احنا النهاردة ما بقيناش بنعرف نكتب عربي.